اف شغل كتير ووقت ضيق وولادك عم يوصلوا كل واحد لحاله على البيت. حتى جوزك بيوصل مأخر، معقول تضل تسخن الأكل؟ شوفي شو صار لزقت. هالمشكلة طناجر البيت المثالي بتحلها قوام، كيف؟ بسيطة، بس تخلصي الطبخة دغري سكبيها بطنجرة البيت المثالي ونسي المطبخ كل النهار. مين ما اجى على البيت بلاقي الأكل سخن. شوف اللهبة كيف بتضل طالعة منها حتى بعد 6 ساعات. وبآخر النهار لما تبرد الأكلة بتفتحي الغطا وبتحطيها بالبراد، وهي صحية لحفظ الأكل لأنه قلبها ستينلس ستيل. الرز مثلا لما تفلفليه وتسكبيه دغري بطنجرة البيت المثالي بتلاحظي انه بعد 6 ساعات بتضل طالعة اللهبة منه وكأنك هلأ مفلفلتي، لأنه الطنجرة منا مصنوعة بس من البلاستيك المقوى يلي بحافظ على الحرارة، وكمان فيها صمامين ضغط من الأسفل وبالغطا. ولما بدك تروبي لبن ما إلك إلا أنه تحطي الحليب الفاتر والروبة وتسكر الغطا، ما في لزوم تغطيه بحرام. تصوري بعد 3 ساعات بيطلع لك قالب لبن وكأنه لبنة. حتى إذا فكرت تجيبي مشاوي أو أكل من مطعم رح يضل سخن إذا أخدت معك طنجرة البيت المثالي، مش فكرة؟ وتصوري حتى البوزة ما بتدوب قبل ما توصل على البيت بفضل طنجرة البيت المثالي يلي بتحافظ على برودتها حتى لو الكهرباء مقطوعة. طناجر ايديال هوم جلية كتير هين بسفنجة العادية ومن دون فرق، اكتر من هيك هي ضد الكسر، مش معقول. منلاقي طناجر البيت المثالي بثلاث قياسات، صغير ووسط وكبير، وثلاث الوان، احمر رمادي وبني، وبعدة تصاميم. شو حلوين مع طناجر البيت المثالي، ما بقى في تضييع وقت والاكل دايما سخن. منرحب بكل مشاهد من مشاهدي الان تي في يلي دايما